حضرتك قلت لي مين؟ كامل. ايه؟ كامل جايب له حق الكتب. لحظة واحدة. أنا مش فاضي مش فاضي، مش أنت مشغول؟ تاخد شفرة. سيبك منه، ده خلاص اتفطر. مش بفتح. بتفتح يا غبي. أنا غبي. الله يسامحك. وكمان بترد عليا؟ لا غبي. طبعاً قالك مش فاضي. الجماعة دول ملهمش أهل. دول ساكنين في شقة عني. ورمزي بيه هو اللي بيجي هنا هو واصحابه. ما شاء الله. ناس ساكنة في الترم جنب الأموات، وناس سايبة لولادهم قصور يتمسخروا فيها. الله يرحم جدهم. أنا عارف دول طالعين لمين. الأصول ضاعت. لا، الأصول هتفضل زي ما هي. الأصول هتفضل زي ما هي. اتفضل انت، انا عارف سكتي. استنى انت وهي، انا مش عفريت، انا روح جدك يا سي رمزي. جدي جدي جدي، مش مكفيك يا سي رمزي تبيع المكتبة بتاعتي؟ كمان جاي قدام صورتي تشرب وتترقص؟ بره يا غجر. ارجع يا رمزي، وانت كمان قربوا مني. ولا علي لكن حضرتك يا جدي عمرك ما كنت بتدخن. ولما انت عارف كده بتولع لي ليه؟ اسمع، عارف دكان عمك كامل بتاع الكتب؟ ايوه. بكره الساعة 10 الصبح تكون عنده، ومعاك عقد ايجار ممضي، هتأجله القصر ده لمدة سنتين. ازاي؟ احنا هندير شركة استثمار. اخرسي، هي كل حاجة في البلد بقت استثمار؟ القصر ده ليه تاريخ لازم نحافظ عليه. سعد زغلول قابل جدك فيه ايام ثورة 19. ايوه يا جدي، بس عم كامل ده هيقدر يدفع ايجار قصر زي ده منين؟ ايجار رمزي زي اسمك المنيل، 10 جنيه في الشهر. 10 جنيه؟ نفذوا اللي بقول لكم عليه. حاضر 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 حاضر.
أنا آسف يا ابني، ما قدرتش أجمع لكم تمن الكتب. العقد أهو. أنا مش عايز تمنه خالص، اتفضل امضي وخلصت. أمضي على إيه؟ عقد إيجار القصر بتاعك، اتفضل. إيه ده؟ أنا أسكن في قصر؟ جدي هو اللي طلب كده. مش جدك متوفي، الله يرحمه. عفريته طلع لنا إمبارح. عيب يا بنتي، ده أنا قد والدك. ما تتمسخريش عليا. ده انا سمعته بوداني. تخيلات، لازم كنتوا شاربين حاجه. صدقني يا عم كامل، انا ولعت له السيجاره بايدي. اولا جدك ما كانش بيدخن، يبقى اكيد واحد صاحبك عامل فيك الملعوب ده. يعني فكرك كده؟ يا راجل روح اتوكل على الله، ما يبقاش عقلك صغير. عفريت ايه وبتاع ايه؟ ما عفريت الا بني ادم. خلاص بقى يا رمزي، ما دام مش عايز يمضي. لا مالك؟ ما نفذتش ليه اللي قلت لك عليه امبارح؟ انا ماليش دعوه، هو اللي مش راضي يا جدي. شعري. وانت كمان تبوسيه. حاضر حاضر. أرجوك امضي بسرعة. امضي ايه يا ابني؟ اعل اعل. ايه جده في العربية هيموتنا. هو فين ونروح اكلمه؟ ابوس ايديك ابوس ايديك. ايه وحياتك يا عم كامل، وحياتك. ايه يا بنتي؟ استغفر الله العظيم. ابوس رجليك يا عم كامل ارجوك. خلاص 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 خلاص. امضي وامر الله. اتفضل. لكن يا ابني هتقول لأهلك ايه؟ انا ماليش اهل. ابويا مات من زمان وانا الوارث الوحيد. ميرسي يا عم كامل. شكرا يا عم كامل. بس يا بنتي بقى نقطي ودوي. مبروك. مرسي يا عمو كامل. باي باي. النبي لا هش لا العصفور لا هزر. الله، لابسه اسود ليه؟ عليك. علينا ليه؟ هتخش السجن يا لهوي. اخش السجن ليه لا سمح الله؟ هو البنت دخلته العفاريت والشياطين من شويه؟ ما هو من عاملتك السودا. الفلوس دي فلوس حرام، فلوس النقط اللي انت سرقتها. سمير فتن عليك. سمير ده كداب وابني كدابة. كداب؟ طب ليه هربت بقى ساعة التفتيش؟ بقول لك ايه، هب بقيت الفلوس. اختش يا ولد. انا ايه؟ هتقول حكاية الورث تاني؟ اصوت والم عليك الدنيا كلها. ها وصار القصر اللي هسكنكم فيه. ايه حضرتك؟ حضرتك بتقول ايه؟ قصر؟ اظن كمان هتقولي سرقته زي الفلوس. انت بتتكلم جد؟ ايوه، من بكره هنعزل ونسيب الجح ده. امال ايه يا واد قله الادب بتاعتك دي؟ ابوك برضه وش سرقه؟ اعوذ بالله، مين اللي قال كده؟ ابويا اجدع اب في الدنيا. بقول لك ايه؟ مش مهم انت جبت الفلوس دي منين، المهم ان احنا اغتنينا وبقينا فل. ايدك كامل، انا عايزه حتتين صيغه في ايديا. من عينيا، بس البسين القميص الاحمر. وعيد. هو ده يا اخويا قريبك صاحب القصر؟ ايوه. وما ماتش ليه من زمان؟ يا وليه ترحمي عليه؟ الله يرحمه يا اخويا ويريحه في الاخره زي ما ريحنا في الدنيا. تعالي بقى ما افرجك على بيتي القصر. يا حلاوه، ايه الحلاوه دي؟ كل ده هنسكن فيه لوحدينا. وليه لا؟ لوحدينا يا اخي. ايه اللي لوحدينا؟ امال هنعزم اهل الحاره يسكنوا معانا فين؟ يا عم اهل الحاره دول غلابه، اللي مش لاقي يسكن واللي ساكن في اوضه قد كده واللي بيته هيقع. وانت مالك وماله يا عم؟ انت النهارده من الناس اللي فوق. اللي فوق؟ سيبك بقى من الناس اللي تحت. بالعكس، ده انا دلوقتي هحس بمشاكلهم اكتر من الاول.
انت عارف الكاتب مننا اللي له رأي ومبدأ لما يستريح في عيشته ما ينساش زمايله في الفقر ابدا. بقولك ايه، ما تسيبك بقى من القرايه والكتابه وتشوف لك شغلانه تليق بمستواك بتاع النهارده. دي منتهى الانانيه يا سمير. يا سمير بطل تفكر في نفسك وبس. وحياتك انا بفكر فيهم، انا بدعي انهم يورثوا زينا. يا رب. ايه بقى رايك يا صاحبي؟ مبسوط مني؟ انا مش طمعان في القصر، انا حبيت احافظ عليه من الورثه البايظين بتوعك وشركات الاستثمار، ولا تحب اسيبهم يلبوك يا بري؟ اوعى احرمك من الميراث. روح نسلم لك. قالوا قالوا في الحاره. على فين الابهه دي؟ يعني دي حاجه كده لزوم الفرفشه. اظن رايح الكباريه. ايوه بس يا بابا انا يلزمني 500 جنيه. 500 عفريت الكابوك. بلاش عصبيه، احنا خلاص، انا دلوقتي سمير بيه ابن كامل بيه الغني. مش معقول اسيب اصحابي يصرفوا عليا زي زمان. قالوا لزوم ايه السهر والمسخره اللي بتعملوها دي؟ مش مساله مسخره وسهر. يرضيك يا بابا اسيب الهان لوحدها في الكباريه؟ هي نزلت الشغل التاني؟ عامله عقد بست اشهر. طب استنى اما انزل معاك. لا ارجوك، انا مش عايز مشاكل. لا مشاكل ولا حاجه، انا عاوز افرفش شويه معاك. تفرفش؟ وطي صوتك يا واد، امك تسمعنا. ايه انت نويت تلعب بديلك يا كامل بيه؟ ولد طب خلاص. طب اقول لحضرتك ايه، خلي المبلغ 1000 بقى عشان ما افتنش. هديهم لك في الكباريه. في الكباريه تمام. ابوك فين؟ ده انا عملت له القهوه. قهوه ايه؟ اشربيها انت بقى، ابويا الليله هيشرب صنف تاني. صنف تاني؟